معاكم، اشترينا سناكات من البقالة وحابين نذوقها معاكم. أول شي حنذوق هذا، شوفوا هلابينو كاتشب. من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي. رح أعطيه 3/10 لأنه هلابينو طاغي على الكاتشب. 3/10 هم طاغيين كلنا 3/10. يلا الثاني. أنا يا كريم إنني عبد ضعيف حظه. هذا مرامي الجبنة والشطة. لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم. هذا 8/10 بس مرة قليل. هذا نانو يجي فيه أشكال كثيرة، حط هذا الشكل. هذا خذي هذا 10/10 هذا 9/10 في هذا الشكل، في أشكال كثير. وفي هذه علكة زمان، هذا بالنعناع وهذه بالفراولة. شوف كيف شكلها، فيها عسل من جوا. هذه يعطيها 10/10 10/10 حلوة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وشير ولايك. مع السلامة.